وياه خل تحط سكين او شوكه بفمك، هل تمضغها هل تقدر تحرك فمك ولا تحاول تطلعها اول ثم تسوي اللي تبغاه بفمك؟ لما تحط علك او قطعه عشب او مسواك او سيجاره الى اخره بفمك شو تسوي؟ تمضغها وتعلك عادي ولا؟ فكل ما كان الشيء خفيف على فم الحصان استطاع يمضغه ويلعب فيه، كل ما كان الشيء حاد او قوي هابه زياده. فمضغ الحصان للشكيمه وفتح فمه كثير واللعب فيها مو بصحيح انه اذى او الم منها بقدر ما انه قاعد يمخبخ عليها يعضعضها ويمضغها ويكثر اللعاب عشان يخفف الضغط على فمه. بالعكس شيء ايجابي وليس شيء سلبي، شيء ميزه وليس عيب. لاحظ هنا وانا اسولف معك خاف من الجوال وخاف من السوري اللي بعده وحاول يقمص وحاول يسقط ثم كع ورجعنا لهذا وانا اسولف معك. حاول يقمص ووقف وصقل برجله ورجعنا لنفس الهدبه اللي نبغاها وانا اسولف معك في الجوال ما تحرك شعرك الجوال. فباختصار لو كنت قادر على التحكم بحصانك كيف ادي الوقوف ثم كيف ادي للرجوع زي